ازيكم عاملين ايه؟ بيقولوا ان الست وهي حامل لو راحت نفسيتها للسكريات او بقت مشتهية السكريات زي ما بيقولوا بتبقى حامل في بنت، وانما بقى لو عايزة الحاجات الحادقة والحمضيات بتبقى حامل في ولد. الكلام ده ايه صحته؟ ما نعرفش، بس هنعرفه من دكتور محمد عز جراح النساء والتوليد. تعالوا نشوف قال لنا ايه. الموضوع ده ملوش اساس علمي وملوش اساس يعني من الصحه خالص ككلام يعني بيتقال وسط الناس مش اكتر، انما هو الوحم موجود في اول 3 شهور في الحمل، واوقات بيمتد للشهر الرابع والشهر الخامس. الوحم ده بيجي عن طريق ان الجسم اوقات بيكون فيه عناصر غذائيه قليله فيه، فالست بتحتاج الحاجه دي ان هي تكملها او تكمل النقص ده اللي موجود، فبتشتهي الحامض او بتشتهي الحلو.